بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع تاملاتنا في انجيل متى اصحاح 2، وصلنا لغايه عدد 12. يقول: ثم اذ اوحي اليهم في حلم الا يرجعوا الى هيرودس، انصرفوا في طريق اخرى الى كورتهم. بعد ما المجوس زاروا ربنا يسوع له المجد، وكانوا ببساطة ناويين يرجعوا لهيرودس يقولوا له على مكان ميلاد المسيح أو مكان وجوده، الملاك جالهم أو في حلم أوحي إليهم أنه ما يرجعوش مرة أخرى لهيرودس. وطبعا فيها معنى عميق، أنه بعد لقاء ربنا يسوع له المجد الواحد بتتغير حياته وبتغير طريقه. فإذا كان ملك زي كده عاوز يفضل في علاقة مع ملوك الأرض زي هيرودس، خلاص هيرودس ما عادش يفرق، سجدوا لملك الملوك ولم يرجعوا مرة أخرى إلى هيرودس الملك، لأن في ملك تاني شغلهم أو في ملكوت آخر شغلهم، في طريق جديد شغل ماشيين فيه، فلم يرجعوا إلى هيرودس. وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر. تلاحظوا الأول ملاحظة قالها القديس يوحنا ذهبي الفم، أن بدأ الكتاب يقول على العذراء، ما يقولش العذراء ولا يقولش مريم، بقى يقول أمه، ولا حتى كان يقول امرأته زي في الإصحاح اللي فات. خلاص بقت قيمة العذراء في أنها أم المسيح له المجد، أم الله. وده يؤكد ان مفيش ارتباط جسدي او زواج حقيقي بين العذراء ويوسف، لانه الملاك بيقول له خذ الصبي وامه. لو هو زواج هيقول له خذ مراتك وابنك، انما طبعا الموضوع مش كده، خذ الصبي وام الصبي. وحتى في التعبير الثاني في عدد 14: فقام واخذ الصبي وامه. الحاجه الثانيه، ايه حكاية الهرب الى مصر؟ واحد يتساءل ويقول يعني ربنا له المجد ما كانش قادر يزيح المشكلة دي، ليه يعني يسمح بالبهدلة دي والسفر الطويل ده؟ كان سفر طويل قوي، فيش طبعا عربيات ولا امكانيات للسفر زي دلوقتي، ومن فلسطين لمصر مش مسافة طويلة، وداخل مصر زي ما انتوا عارفين وصل لغاية اسيوط لغاية المحرق، مسافة طويلة قوي من بحر الإبلي. طب على ايه ده كله؟ طب ما اسهل ان ربنا له المجد يعني يشيل المشكلة، لماذا الهروب الى مصر؟ اول سبب يمكن يشغلنا ان ربنا له المجد كان شايف بعينه الفاحصة وبسابق علمه ان بلادنا هتحبه جدا، ويمكن أكتر بلد حبت ربنا يسوع يعني بلا فخر هي بلاد. لما تقروا تاريخ الكنيسة القبطية الواحد يفتخر أنه قبطي ويفتخر أنه مصري. ما فيش بلد في العالم قدمت شهداء للمسيح زي بلادنا، ما فيش بلد في العالم قدمت رهبنة زي بلادنا، ما فيش بلد في التاريخ قدمت بطاركة عظماء زي بلادنا، مفيش بلد قدمت معلمين وآباء روحيين للعالم زي بلادنا، مفيش حد حب ربنا زي أجدادنا. والكلام ده صدقوني يعني اقروا التاريخ وانتوا تتأكدوا ان الموضوع ما هواش الواحد عشان مصري بيفتخر ببلده، انما دي حقيقة. فربنا له المجد ما راحش في حتة في العالم بره بلاده إلا مصر، كأنه شايف أن البلاد دي هي اللي هتحبه فعلا، وهي اللي هتقدم له من دمها ومن روحها
ومن حياتها ومن أولادها ملايين ملايين. الحاجة الثانية، مصر كانت تمثل الأمم في الوقت ده، العالم مقسوم يهود وأمم. الأمم أفضل البلاد فيهم في الوقت ده مصر وبابل. يجوز بابل دي المجوس هيوصلوا لها لما يرجعوا بلادهم يعدوا عليها يبشروا بالمسيح، إنما مصر بلد العلم وبلد الفراعنة وبلد العظمة، تعتبر قمة الأمم. فربنا يسوع عشان يقول إنه جاي للعالم كله يهود وأمم، بعد ميلاده رتب إنه يهرب إلى مصر عشان يبقى يعني الأمم يستقبلوه، وتقع أوثان مصر بمجرد دخول المسيح له المجد بلادنا، وكأنها إشارة دقيقة إن ربنا يسوع له المجد ملك لكل البشرية مش لليهود بس. مصر في تاريخ العهد القديم تمثل العظمة والسلطة الغنى، وأحيانا تمثل الخطية والعبودية. يعني وقت ما كان اليهود جوه مصر، فرعون ده كان بيشاور على الشيطان، بينما موسى بيشاور بحياته على المسيح، وفي صراع بين الاثنين. النهاردة اتغيرت الحكاية، مصر ما بقتش هي البلد اللي بتقاوم المسيح اللي كان ممثل في موسى النبي قبلها ب1500 سنة. مصر بقت هي البلد اللي بتستقبل المسيح، وهي اللي بتأويه من أيدي مضايقيه زي هيرودس. حاجة كمان، انه كي تتم النبوات، في نبوة كانت غامضة جدا عند اليهود واظنها ما زالت غامضة عندهم، حكاية مبارك شعبي مصر. منين العهد القديم او وقت موسى كان في عداوة شديدة بين اليهود والمصريين بسبب القصص القديمة بين فرعون وموسى؟ ومنين في اشعياء 19 يقول مبارك شعبي مصر؟ وبعدين حتى مش اتقالت مبارك شعب مصر يعني يبقى ربنا رضي عليهم وقبلهم، لا ده الاكثر من كده، انه على غير الكتاب كله يقول مبارك شعبي. طب ما هو شعبي تنطبق على اليهود دايما، وكأن هنا اشاره دقيقه ان حكايه كلمه شعبي دي اتغيرت، لستم شعبي، ده بقى الكلام على اليهود هنا، ودي باينه في نبوه هوشع، هقول لشعبي لستم شعبي، خلاص ما عدتوش شعبي. امال مين شعبك؟ اول بلد تاخد لقب شعب الله شعب مصر، فبقت مبارك شعبي مصر. يمكن ربنا يسوع سمح بالهروب عشان يورينا مبدأ انه مع كونه الها قادرا، انما هو ايضا انسانا بيعيش كل الالام زي ما بنعيشها. ولما تيجي ضيقات او اضطهادات نحتمل ونهرب. يبقى ربنا يسوع من بداية رحلته كده عاوز يقول هتيجي اضطهادات عليكم، هتيجي ضيقات، لا تقاوموا الشر بالشر، يعني ما تتضايقوش من وجود الضيق والشر. المسيح له المجد من اول يوم وهو يتعرض للضيقات والاضطهادات بظلم، يعني هو المسيح له المجد طبعا مش عامل حاجة غلط. فرحلة المسيح إلى مصر هي رحلة كل واحد فينا وسط الألام، وسط الضيقات، رحلة الهروب من الشر، احتمال الضيق، لأنه لازم الواحد يعيش في ضيق، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. فربنا يسوع من طفولته هو بيعلمنا الدرس، أنه هو طفل بيتحمل ألام السفر الشاق جدا في ظروف ضيقة وفقر شديد مع أمه ومع يوسف النجار الشيخ العجوز. كل ده عشان يقول لنا رسالة، ما تقفوش في وش الشر مع انك يا رب قادر. وهنا الواحد يتعجب من يوسف النجار، يعني الملاك قال لك انه الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، وعرفت ان ده ابن الله. طيب لم تتساءل ازاي وازاي اخذ وهرب مصر؟ طب واذا كان ابن الله ليه ما يتصرفش في المشاكل؟ ده أسهل حاجة، يعمل معجزة ويشيل هيرودس أو يوقف في الاضطهاد. إنما يوسف النجار يبان من البداية إنه شخص عنده إيمان عميق وعنده تسليم كامل وما بيسألش كتير. السؤال الوحيد اللي حيره، إزاي مريم تحبل وهي بنت؟
لغاية ما ريحوا الملاك بالإجابة. من بعدها ما بيسألش خالص، ما بيسألش، ما بيعترضش. هنا ما بيقولش طب ما تخلينا في بلادنا وربنا يتصرف، طب ما تخلينا وربنا يحمينا. كان ممكن يقول ايه اذا كان ده المسيح ابن الله، طب مش كان اولى لما كان بيعدي الملاك المهلك زمان وقت موسى يجي عند البيت اللي فيه علامة الدم ويعدي، طب ده المسيح له المجد، سر القوة وسر النصرة وسر كل حاجة. يعني يبقى هيرودس يجي عنده يعدي، محدش يقدر يقرب. انما يوسف لم يعترض، خد الصبي وامه واهرب، حاضر نهرب. بينما الوصيه دي هتكلفه كتير، يعني قصه هرب المسيح الى مصر خدت حوالي 3.5 سنين من طفوله ربنا يسوع. البعض فاكرها شهور، لا دي خدت على الاقل 3.5 سنين جوه بلادنا، يعني في رحله هروب مستمره. وعشان كده من البدايه سمعان الشيخ قال للعذراء انت ايضا يجوز في نفسك سيف، يعني انت هتتعبي قوي طالما بقيتي أم الله يبقى لازم تتألمي مع ابنك. من بدايتها كده وهي تحمل الصبي المسيح له المجد وهربان. وكن هناك حتى أقول لك، برضو عادة الإعلانات الإلهية إنها ما تقولش كل حاجة من مرة واحدة. يعني ربنا يقول لأبونا إبراهيم اخرج من أهلك وعشيرتك وبلدك وحالك إلى الأرض التي أريك. طب فين؟ مش هقولك. طب هنوصل امتى؟ مش دلوقتي، بكرة يبقى عندك ولاد زي نجوم السماء ورمل البحر. طب امتى؟ مفيش معاد، بيستنى سنة واثنين وعشر. حتى اقول لك الى ان يأتي اعلان اخر. ربنا له المجد مش بيقول كل حاجة من اول مرة، يحب الواحد يتكل عليه فخطوة بخطوة. تقلقان ليه؟ النهاردة مطلوب منك كذا، استنى لما ربنا يقول لك بكرة مطلوب ايه، اعمل اللي طلب منك النهاردة وعيش يومك وسلم يومك لربنا، ولا تهتم بالغد، الغد يهتم فيما لنفسه، هو مش ربنا موجود بكرة. خليك مع ربنا النهاردة وسيب ربنا يمشي بكرة كمان. فيقول له اهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك. طب اقول لك دي معناها ايه؟ ما كانش فاهم. هل هيرودس هيرجع في كلامه؟ هل هيؤمن بالمسيح ويدور عليه؟ هل الظروف هتتصلح وهتتصلح ازاي؟ يا ترى هقعد شهر اثنين سنة؟ مش عارف، مش عارف. لكن ربنا بيقول حتى اقول لك، حاضر حتى اقول لك، خليني. واستنى على كده يوسف شهور وسنين لغاية ما جاء له اعلان اخر وقال له خذ الصبي وامه وارجع، لانه هلك الذين كانوا يطلبون نفس الصبي لما هيرودس مات. لكن الواحد فينا لو مطرح يوسف النجار هيقول له طب انا عاوز اعرف كام سنة، ده اللي بيسافر سفرية بيسأل انا اقعد قد ايه، هيحصل ايه؟ لا تعرف هيحصل ايه ولا تعرف هتقعد قد ايه. انت بدل مع ربنا سيب ربنا يمشي الحكاية زي ما هو عاوز. انت عارفين كمان انه ربنا له المجد اختار انه مش يدخل مصر وخلاص، كان ممكن يدخل على حدود مصر من ناحية كده فلسطين ويدخل على الحدود ويقعد في مصر، يبقى دخل مصر. انما بترتيب عجيب ربنا له المجد حط في خطته يلف في بلادنا تقريبا حتة حتة، بحري وقبلي شرق وغرب، وعد على العريش والفرمة وبلاد بحري، وراح وادي النطرون ونزل على الجيزة ونزل منها على الإبلي ووصل لغاية مير والمحرق أسيوط وبعدين رجع تاني. طب بتعمل كده ليه يا رب؟ بترتيبه انه رحلة الهرب استمرت. بعض المخطوطات بتقول انه في حامية رومية كانت بتسعى وراءه، او عساكر هيرودس عرفوا انه هرب ففضلوا يتتبعوه. والبعض بيقول لان كل بلد كان يدخلها المسيح كانت الاوسان تقع في البلد تتقلب والناس تهيك، فيعرفوا انه في طفل ما في عيلة صغيرة مكونة من راجل عجوز وبنت شابة، ام شابة صغيرة. في كل الاحوال كان في هرب من بلد لبلد، انما جت مصلحة لينا لان بلادنا كلها تباركت برجلين المسيح له المجد ورجلين العذراء، وبقت بلادنا
ليست أقل أبدا شأنا من بلاد فلسطين أو أورشليم أو بيت لحم، لأن إن كان المسيح اتولد في بيت لحم إحنا استضفناه في بلادنا ولف فيها أكثر ما لف في فلسطين نفسها، لف في بلادنا أكثر ما لف في فلسطين. وكل موطئ زاره المسيح تقريبا تقدس وتعمل فيها كنيسة يدير وكان فيه شهداء. طبعا ده فخر لبلادنا لأن ما فيش بلد في التاريخ تمتعت بالزيارة المقدسة دي. قام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر. برضو واحد يقول يعني الحكاية فيها ليل وفيها هرب وشغلانة، طب ده ربنا له المجد، يطلع ايه هيرودس ده اللي يهدد حياة المسيح له المجد. واحد تاني يقول طب ما هو المسيح جاي عشان يموت من اجل خلاص البشرية. بس كل حاجة ليها وقت، لم تأتي ساعتي بعد، لسه ساعة صليب ولازم الموتة تبقى حسب الخطة الإلهية تبقى بالصليب، وفي نبوات كتير، ولسه ربنا عاوز يعلمنا تعليم المسيحية ويورينا المثالية اللي فيه عشان نعيش زيه، في حاجات كتير، فلسه الساعة. فربنا يسوع له المجد جاء الوقت هرب، لكن هو ما هربش لأنه مش عاوز يموت، لا، لأنه لما جم يمسكوه قال لهم إلى هذه الساعة قد أتيت. هو جاي برضه عشان يموت، لكن حتى حكاية موته وفدائه ليها معاد وليها توقيت وليها ظروف، كل حاجة تمشي حسب الخطة. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل، من النبي ده إشعياء، من مصر دعوت ابني. والإصحاح ده اللي انتهت كلمة من مصر دعوت ابني إصحاح نادر ورائع، وإحنا كمصريين بنعتز بهذا الإصحاح في الكتاب لأنه إصحاح خاص ببلادنا. ويبدأ بداية مفرحة فكركوا بيها بس عشان تعرفوا غلاوة مصر عند ربنا. يقول وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. طب إيه السحابة السريعة اللي جاء مصر دي؟ العدل، لأن السحابة رمز للنقاء والبهاء، ودي إشارة للعذراء أمنا، وجاي بسرعة لأنه بيحب بلادنا. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. مفيش بلد اتقال عليها التعبير ده زي بلادنا. ولما تعيشوا بقى في قصص القديسين الأقباط وفي تاريخ الكنيسة وتزوروا الأجرة تفهموا يعني إيه يذوب قلب مصر داخلها، يذوب قلب مصر حبا في المسيح له المجد. ما ظنش ان في شعب حب ربنا يسوع زي شعبنا او بلادنا ابدا، بكمية التكريس والحب والعطاء والدم والفداء والاستشهاد اللي حصل في بلادنا. يذوب قلب مصر داخل. بعض ممكن يفهمها انه مصر الوثنية كانت تذوب خوفا من قدوم المسيح الاله، والبعض ممكن يفهمها مصر الرومانسية يعني، او بلادنا اللي مليانة دفء وحب، قد ايه فرحت بدخول الهها لارضها وتباركت فذاب قلبها فيها. ولغاية النهاردة يذوب قلبنا فينا كل مرة نفتكر ان ربنا يسوع له كل المجد، خالق السماء والارض، دخل بلدنا وعد على حتة حتة كده وباركها بنفسه. وبعد كده الاصحاح يمشي ويحكي بقى المشاكل اللي هتحصل في مصر والازمات اللي هتحصل والاضطهادات اللي هتحصل، وهتيجي أيام صعبة على بلادنا حتى بعد دخول المسيح فيها. لكن مع ذا كله يقول يكون مذبح في وسط أرض مصر في عدد 19، يعني إشعياء 19-19 يقول في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. برضو دي حاجة عجيبة، ليه؟ طب ده إشعياء ده يهودي ويكلم يهود، ولا يسمح لوجود مذبح خارج بلاد اليهود، والمذبح الأساسي هو الهيكل، هيكل سليمان. ووجود مذبح خارج بلاد اليهود معناه مذبح أوثان، إنما هنا الآية بتقول يكون مذبح للرب. طب منين هيكون مذبح للرب في بلد غير يهودية؟
إلا إشارة إلى مذبح العهد الجديد وإلى ذبيحة التناول وإلى جسد المسيح اللي هيبقى على كل مذابحنا في كل حتة في مصر، يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمة. يعني مصر دي هتتبارك وهيبقى في مذبح. وطبعا تعرفين بعض المفسرين قالوا أول مذبح مسيحي في التاريخ كان في دير المحرق، وتقريبا المحرق في وسط أرض مصر بالضبط. مذبح للرب في وسط أرض مصر، يعني حتى المذبح المسيحي الأول ما كانش في فلسطين، كان في بلادنا. وآخر الإصحاح يقول مبارك شعبي مصر، مبارك شعبي مصر، وكأنه يعني خد اللقب من شعب إسرائيل وخلعه على المصريين، وأصبحنا احنا شعبا مختارا لا نقل غلاوة عن أي من المختارين القدام زي أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل اللي أمنوا بربنا. لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل من مصر دعوت ابني، أنا بس جبت لكم واحدة تاني، من مصر دعوت ابني، هنا دي كانت في هوشع، أنا قلت إشعياء 19 وكمان نبوة هوشع، من مصر دعوت ابني. كانوا اليهود فاهمين الآية دي أولا على إن ربنا دعا ابنه، وهنا ابنه كانوا فاهمين على إسرائيل، لأن موسى لما دخل لفرعون زمان قال له ربنا بيقول أطلق ابني البكر على شعب إسرائيل، فأحد ألقاب شعب إسرائيل الابن البكر واترفض كبكر زي غيره. فمن مصر دعوت ابني، كانوا فاهمينها اليهود أن ربنا دعا شعب إسرائيل ليخرج من مصر وقت موسى، إنما دي اتقالت في هوشع، وهوشع ده بعد موسى. وإن كانت تركب كده ببساطة على حكاية خروج شعب إسرائيل من مصر، إنما هي تركب بدقة أكتر على من مصر دعوت ابني، يعني الآب قال لابنه الوحيد يلا ارجع من مصر تاني لفلسطين عشان نكمل الرسالة والخطة. حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا. هيرودس فضل مستني، وبعدين فين لما اكتشف ان هم سافروا من غير ما يرجعوا له، اتغاظ جدا واعتبرهم سخروا به. الشخص المتكبر دايما عنده احساس ان الناس ممكن ما تحترموش وممكن تسخر منه. هم ما سخروش منه، هم ببساطة الملك قال لهم ما ترجعوش، فما رجعوش سمعوا الكلام. هو اعتبرها إهانة، ازاي انا الملك اتفق معاهم تعرفوا مكان يسوع وتقولي وما ترجعوليش، اعتبرها إهانة. المتكبر دايما عنده المشاعر الوحشة دي، بسهولة جدا يقول لك فلان قال عليه، يا سيدي ما قالش، فلان استهزأ بيه، ما حصلش، الناس دول ما قدرونيش، ما حصلش. هو بقى عنده الكبرياء يخليه دايما أعمى، ويخليه حاسس انه مضطهد وانه مظلوم وانه الناس مش محترماه ومش مقدراه. ويأتي عادة مع الكبرياء خطية الغضب، حتى بعض الاباء قالوا الغضب بنت الكبرياء او ابن الكبرياء، فصار جدا ثورة عارمة، والغضب كل عقله وبدأ يتصرف تصرفات يعني غير طبيعية. غضب جدا، وهنا خطية الغضب فعلا خطية صعبة، خطية صعبة دي هتبقى جريمة في التاريخ دلوقتي ما تكررتش كتير، جريمة فظيعة بسبب شوية غضب شوية كرامة. طب إذا كنت يا هيرودس قلت أنا آتي وأسجد له، يعني أنت راجل كذاب وفيك رياء وفيك خداع وما تعرفش ربنا، دول ملوك جايين طيبين مسالمين جايين يسجدوا ويروحوا، إيه يعني اللي يخليك تغضب كل الغضب ده؟ طب ما تدور انت بنفسك اذا كنت عاوز تعرف مكانه، انما هو كله حفظا للكرسي وللملك الارضي وللكرامة. الغضب كل عقله، الكبرياء والغضب يعموا الانسان، يعموه فيخليه يخلي الانسان يأذي روحه ويأذي كل اللي حواليه، ويتصرف تصرفات غير محسوبة قد يندم عليها وقد لا يجد وقتا للندم. فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم،
وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققوا من المجوس. يعني هو لمسائل المجوس تعتقد الطفل المسيح الملك عمره قد ايه؟ قالوا له في حدود شهور، يمكن بالكثير قوي ما يكونش جاب سنتين، وغالبا دي مرتبطه بحكايه النجم وظهوره. هو بدل ما ياخد المعلومه دي ويفرح بيها عشان يستدل بيها عشان يسجد، لا ده هو خدها بالعكس خالص، خدها واعتبرها حجه للتخلص من كل الاطفال دون سنتين. هذا الانتقام من الاطفال الابرياء يورينا قد ايه الكبرياء وحش، والغضب مدمر جدا. غضب الانسان لا يصنع بر الله. واحد من القديسين قال لو اقام الغضوب ميتا فما لما ارضى الله. لو الغضب اول ميت ما يرضيش ربنا، غضب صعب. ارسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم في كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحقق من المجوس. ايه حكمتك يا رب؟ يعني شفنا حكمة انك تهرب وانت ملك الارض والسماء، وبتهرب من حتة يعني انسان هو شوية تراب بالنسبة لك، وانسان مفتري ما اسهل انك تقتص منه. لكن ربنا هرب لمصر. طب والاطفال الابرياء؟ يمكن أعداد مهولة، يمكن مئات أو آلاف من الأطفال اتقتلوا. ما دون سنتين ده برضو رينج مش قليل، يعني من زير من صفر لسنتين ده هتلاقي فيه أطفال كتير من بيت لحم وتخومها، يعني مش بس بيت لحم، القرية وكل الحتت اللي حواليها. طب يا رب سمحت بكده بالمجزرة دي؟ ربنا في حكمته كان عاوز يورينا أنه اللي هيمشي ورا المسيح له المجد يتعرض لألام، وانه اللي قاله بعد كده ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. تلاحظوا هنا السيف مش في ايدين اللي هيمشي ورا المسيح، في ايدين اعداء المسيح. ما جئت لألقي سلاما، هو فعلا لما جه حصلت المجزرة، لكن هل ربنا يسوع السبب؟ حاش، انما السبب اسوة هيرودس والشيطان اللي في قلب هيرودس اللي بيحركه. ما جئت أتظنون أني جئت لألقي السلام، ما جئت لألقي سلاما بل نارا أو سيفا في موضع آخر. فبداية كده ربنا يسوع له المجد سمح أن يكونوا أول شهداء في تاريخ العهد الجديد هم أطفال، عشان يورونا كده معاني كثيرة قوي، أنه إذا كنت تنمو روحيا وتتقدم روحيا تصل إلى قلب طفل، وقلب الطفل الذي يعشق المسيح له المجد المخلص والفادي والإله الوحيد يبقى مستعد يموت عشانه ويفديه. فالمسيح له المجد الذي أتى فداء للبشرية كلها تقبل من البشرية شوية أطفال كأنهم بيفدوه باكورة الشهداء، عشان المسيح جاي يدي حياته كلها فدا البشرية كلها عبر الأجيال. كان رد فعل البشرية الطيب، البشرية المسالمة الوديعة، قدمت أطفالها الأبرياء عشان تقول له رب يعني إيه، إحنا كمان بنرد على حبك بحب ونرد على فدائك بفداء، وإنت مت عشاننا وإحنا كمان نموت عشانك. وطبعا ده بداية الاستشهاد، ولم يتوقف الاستشهاد قدام المسيح له المجد اللي مات من أجلنا. أجيال وأجيال بتقدم أولادها من أجل المسيح. لكن أول أطفى أول هدية من البشرية للمسيح المتجسد اللي جاي يفدي البشرية كانت أطفال بيت لحم، أول هدية. أطفال أبرياء بيموتوا كأنهم يعني بيموتوا بدل المسيح أو بيموتوا من أجل المسيح. حينئذ تم ما قيل بأرمية النبي. تلاحظوا إنجيل معلمنا متى مركز كل حدث يستدل من العهد القديم بما يشهد للحدث. فقال لنا مثلا هوشع قال من مصر دعوت ابني، قال قبل كده أشعياء قال هل عذراء تحبل وتلد، قال وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا من ميخا، وهكذا كل حدث يجيب له النبوة بتاعته. هنا نبوة أخرى جت في أرمية، ومرة يذكر النبي ومش دائما يذكر النبي. يقول صوت سمع في الرامة
نوح وبكاء وعويل كثير. الرامة دي بلد جنب بيت لحم على طول، والبلد دي اللي كان فيها منها يوسف الرامي، والبلد دي عاش فيها صموئيل النبي فترات، قرية طيبة على طريق بيت لحم. فطبعا الصراخ في بيت لحم اتسمع على بعد، صراخ الأمهات. تصوروا القسوة لما كل أم بترضع طفل ياخدوا طفلها ويموتوه قدام عينيها، حاجة قاسية جدا. فصراخ في يوم واحد من كل بيت يفكرنا بصراخ يعني يوم المصريين هنا لما كان فرعون وموسى، وموسى يقول له بلاش وأطلق شعبي، هو يأنت، لكن صراخ شديد. فأرميا النبي تنبأ عن هذا اليوم، قال صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير. راحيل، راحيل دي مين؟ راحيل دي مرات يعقوب اللي هو مين؟ إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل. ورحيل مدفونة في المنطقة دي، رحيل مدفونة في جنب الحتة دي. فكأن رحيل أم الأمهات، جدة العيال دي كلها، ما هي جدة اليهود كلهم تعتبر رحيل، والجدة اللي فوق منها سارة، سارة مرات أبونا إبراهيم، ورفقة مرات أبونا إسحاق، ورحيل مرات أبونا يعقوب اللي هي يعقوب اللي هو إسرائيل. فرحيل تعتبر جدة الأطفال دول. فهنا النبوة كانت بمنتهى الدقة بتقول أن رحيل في قبرها بتبكي، رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين، يعني بتبكي عليهم لأنهم عمالين يروحوا منها، راحوا منها، ولا تريد أن تتعزى. فين عزائها رحيل؟ والبعض يفهمها أن رحيل وجدت أن أحفادها اليهود ليسوا بموجودين. يعني إيه؟ يعني بدل ما يؤمنوا بالمسيح بقوا بيدوروا على المسيح يخلصوا منه، فتبكي على أولادها، يعني تبكي على قسوتهم وعلى الحال اللي وصلوه وعلى قسوة القلب اللي هم فيها، ولا تريد أن تتعزى لأنه المسيح ترك بلاد اليهود وذهب إلى بلاد الأمم. فرحيل تبكي حزنا، بقى هو ده اللي علمناه لكم، بقى احنا مستنينكم تشوفوا المسيح وتهللوا له وتفرحوا له كده، تسيبوه يطلع من بلادنا وتعملوا كده في الأطفال الأبرياء. رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. بداية رحلة المسيح على الأرض فيها بكاء وفيها صراخ وعويل. طب يا رب يسوع له المجد، أنت قادر تمنع البكاء وتمنع التجارب وتمنع الألام، إنما في إصحاح واحد تاني إصحاح لسه المسيح له المجد مشرفنا على الأرض مبارك البشرية كلها والأرض كلها بتجسده، لقينا الهرب ولقينا الأطفال اللي بيتذبحوا ولقينا آلام وتجارب، لأن في العالم سيكون لكم ضيق. ربنا يسوع له المجد، جه الدنيا وعمل اللي كل الواحد فينا هيعدي عليه، إن الحياة على الأرض هتبقى فيها آلام وفيها ضيقات. ربنا مش وعدنا بيومين سهلين على الأرض، إنما ربنا وعدنا بحياة أبدية سعيدة. ربنا ما قالش اللي يمشي ورايا مش هيشوف يوم صعب، لا، قال هيشوف يوم صعب بس أنا هكون معاه، وهيجي بعد كده أيام حلوة وسهلة ومش هيدخل عليها يوم صعب بعد كده. فربنا يسوع اللي قاله بقى يعمله في نفسه، هو نفسه بدأ حياته بالهرب، وفي مقدمة رحلته على الأرض في أحزان وفي أوجاع وفي صراخ كثير، عشان تبان فكرة ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. الأطفال دول جمعوا ما بين كونهم أطفال أبرياء وما بين كونهم بتوليين أنقياء وما بين كلهم شهداء. فدول جمعوا كذا إكليل، يعني ما أمجدهم في السماء دلوقتي وهم كانوا أطفال وأنقياء وأبرياء وشهداء، حاجة يعني غالية قوي عند ربنا. فإذا كنا النهاردة إحنا يعني شايفين الحكاية قاسية، إنما هم يفضلوا إلى الأبد في سعادة من أجل إن هم قدموا حياتهم يمكن دون أن يعوا للمسيح له المجد. وربنا يقول خليكم زي العيال وسيبوا حياتكم كده عشان تورثوا معايا السماء.
فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر. يبقى ربنا قال له حتى أقول لك، الملاك قال لي يوسف كده، فضل يوسف على كده. انتوا عارفين هو استقر حوالي 6 شهور في دير المحرم، العائلة المقدسة قضت أطول فترة في المحرم، وهناك جاله الحلم ده انه خد الصبي قوم وارجع بقى. ليه؟ لان هيرودس اللي كان عاوز نفس الصبي مات، لكن هو ما كانوش عارفين هيرجعوا امتى. فلما مات هيرودس اذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا قم وخذ الصبي وامه واذهب الى ارض اسرائيل لانه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. يعني يدوب يوسف النجار هيستقر، ما هو ما كانش بيقضي شهر على بعضه في اي بلد من كتر ما هو بيهرب بيهرب بيهرب، يدوب هيستريح في حته هديت بقى وحته كده خلاص الناس عرفته وعرفهم، وقضى 6 شهور وعمل لنفسه كده مكان متواضع والدنيا هديت. وطبعا ربنا يسوع كان طفل بيمشي دلوقتي كده 4 5 سنين مثلا، لكن قال له لا ترجع. طب يا رب يعني ما انا كده هنستقر خلاص، خدنا على البلاد دي وعرفنا وطلعوا المصريين طيبين واحسن من غيرهم برضه، مفهومش هيرودس كفايه كده، مصر اتباركت، ارجع لسه ورانا رحله طويله تاني. لانه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فقام واخذ الصبي وامه وجاء الى ارض اسرائيل. يوسف ما بيناقش، جميل قوي مع يوسف النجار ده، فانه ما بيتسائلش وما بيتناقش وما بيقوحش وما بيقولش طب خلينا شويه، طب لما يكبر شويه عشان يمشي، طب احنا تعودنا على المكان، طب لحسن يجي اللي بعد هيرودس يبقى اصعب من هيرودس، طب لا يكونوا لسه بيدوروا. خلاص هي الرساله، قوم خد الصبي قوم وارجع. نرجع، مفيش اعتراض على حاجه. هذا التسليم يمكن احد اسرار اختيار يوسف النجار. ليه ربنا اختار هذا الرجل القديس؟ لانه يتسم بانه رجل تقي جدا، يقول حاضر على طول مهما كان الكلام والطلب، هو عليه يقول حاضر زي ما ربنا يمشيه. طب ده راجل كبير في السن والسفر مجهد جدا وياخد مسؤولية صعبة، طفله وامه، حاضر. وفي نفس الوقت العذراء برضه بتقول حاضر. يوسف النجار يصحى يقول لها ايه، يلا لمن حالك هنرجع، حاضر. برضه العذراء ما بتروحش. تلاحظ ان الملاك جاي ليوسف مش جاي للعذراء. ليه؟ يوسف بيقول للملاك حاضر والعذراء بتقول ليوسف حاضر، والحكاية ماشية كده بسهولة جدا وبسلاسة. من كل بلد لبلد لبلد طول الرحلة هي كلها حاضر في حاضر. يوسف يقول حاضر والعذراء تقول له حاضر، وربنا فرحان بالعيلة اللي فيها خضوع وفيها كده طاعة لخطة ربنا وفيها تسليم وفيها قبول للألم وفيها يعني خضوع كامل لإرادة ربنا. لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فقام وأخذ الصبي وأمي وجاء إلى أرض إسرائيل. ولكن لما سمع أن أرخلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه، هيرودس ده قلنا هيرودس الكبير، هيبقى له أولاد، واحد اسمه أرخلاوس واحد اسمه هيرودس الثاني اللي هو بقى وقت صلب المسيح ده اللي هيقتل يوحنا المعمدان، وكذا واحد من ولاده، وكلهم أسوأ من بعض، هي عيلة يعني ما طلعتش حد كويس، هيرودس الكبير وأولاده. فأرخلاوس الثاني مش كويس، يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه، خاف أن يذهب إلى هناك. هو خايف على الطفل يسوع، هو عارف أن في عداوة مبيتة بين هيرودس الأب اللي مات، وأكيد أرخلاوس عارف أن السنين دي كلها هيرودس الكبير عمال يدور على الطفل يسوع له المجد عشان يموته. فهيدخل تاني بلاد اليهودية، يمكن الجواسيس والعساكر اللي عاشوا زيادة عن سنة ولا أكتر بيدوروا على الطفل يسوع، هي على طول هيشكوا في العيلة اللي راجعة، العيلة اليهودية اللي معاها طفل في السن اللي كان مقنن للإعدام. فخاف. طب تعمل إيه يا يوسف؟ تسمع الكلام ما تسمعش؟ ما هو بيقول لك لازم ترجع. هو استنى لغاية ما جاله إعلان آخر، مش يفكر بدماغه طب ارجع مصر تاني، لا،
خاف أن يذهب إلى هناك. وإذ أوحي إليه في حلم، يوسف ده رجل الأحلام، ده احنا ما فاتش علينا إصحاحين، شاف أربع أحلام لغاية دلوقتي. ربنا بيكلمه بسهولة ليه؟ لأنه رجل تقي ورجل صلاة ورجل مسلم حياته لربنا كده باتضاع شديد، وربنا بيحركه بسهولة جدا، فبيستقبل الرسائل بهدوء. أوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل. يمكن ساعتها كان هيفكر ده أرجع مصر، أنا جربت العيشة في مصر وعرفت آخر البلاد دي كلها ما فيهاش أمان، ولسه قرار الإعدام مبردش بتاع الأطفال، ونعرض الطفل يسوع للمشاكل. هو ما خدش قرار بنفسه، هو قرب من بلاد إسرائيل واكتفى بالصلاة لغاية ما جاله وحي جديد أو حلم جديد قال له لا، بدل ما تقعد تحت في اليهودية اقعد في الجليل فوق جوه فلسطين. جليل دي منطقة الشمالية، ودي منطقة أساسا كان عايش فيها يوسف النجار، هو بس نزل بالعذراء بيت لحم عشان كان وقت الاكتتاب، لأن هو من سبط يهوذا، ويهوذا كلهم كانوا تبع الجنوب تبع أورشليم وبيت لحم. فوقت الاكتتاب اضطر يوسف والعذراء ينزلوا جنوبا لبيت لحم تولد المسيح عشان تتم النبوة، لأنما هو أساسا كان عايش في الجليل. فهنا اللي غير المسار من أن المسيح له المجد يكمل في بيت لحم أو يكمل في المنطقة اليهودية الجنوبية دي، هو إعلان إلهي آخر أو حلم، وكمان يتعامل مع مشكلة أرخلاوس الجديد أنه يعيش بقى في الجليل فوق في الناصرة. الجليل دي مناطق كلها زراعة وكلها بحيرات، فمليانة صيادين ومليانة فلاحين وفيها شوية نجارين، ودي اللي عاش وسطهم المسيح. مناطق فقيرة بسيطة جدا، منطقة جليلية، منطقة الجليل. وعشان كده لما كانوا يقولوا على واحد جليلي يعني كأنهم ايه بيستقلوا بيه، وبطرس كان جليلي فقالوا له لغتك تظهرك، يبدو الجليلين لهم لكنة خاصة بيهم، وكانوا يستهينوا بالمسيح بتوع أورشليم بعد كده لما كبر. ليه؟ يعني الجليلي ده هيعلمنا؟ جماعة الجليليين دول جهلة بالنسبة للي هم في أورشليم دارسين بقى في الهيكل متعلمين وثقافة عالية. إذ أوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل. الجليل مش بلد، الجليل منطقة فيها قانا الجليل، فيها الناصرة، فيها كفر نحوم، فيها بلاد كثير فوق، قرى كثير. إنما الجليل دي منطقة كاملة كده زي ما تقول إبروشية كبيرة أو محافظة كبيرة أوي جواها بلاد كثير. وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا. برضو ما كل حاجة متخطط لها في الأنبياء، كل حاجة ربنا سبق وذكرها وتكلم عنها. هنا نرجع لأشعياء 11 يقول يخرج قضيب من جذع يسة وينبت غصن من أصوله. ناصرة في العبرية يعني غصن، كلمة ناصرة في اللغة العبرية يعني غصن. فكون المسيح يلقب بالناصري ده أحد ألقاب المسيح الغصن. وفي زكريا النبي يقول عبدي الغصن، عبدي الغصن دي كانت لغزة عند اليهود، إيه عبدي الغصن دي؟ وفي أشعياء يقول ينبت قضيب من جذع يسة وينبت غصن من أصوله. وأرميا برضه يذكر كلمة الغصن على المسيح، أحد ألقاب المسيح. أرميا وأشعياء وزكريا الثلاثة استخدموا كلمة الغصن منسوبة للمسيح. وربنا يسوع له المجد يقول إيه؟ أنا الكرمة وأنتم الأخصام. يبقى هو الغصن الأساسي، اللي يثبت فيا يجيب ثمر واللي ما يثبتش فيا تقطع. فربنا يسوع له المجد خد لقب ناصري، وكأنه بيشاور على رسالته أنه هو اللي تطعم فيه الأخصان الأمم اللي زينا عشان اللي يلزق في ربنا يسوع يجيب ثمر، إنما هو الكرمة الحقيقية وهو الغصن الأصيل. وينبت من جذع يسة يعني طالع من نسل داود، يسة أبو داود، فكأنه مولود من نسل داود حسب النبوات عشان يكون الغصن الأصيل اللي ينبت وسط أرض قحط ما فيهاش أي ثمر، لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا. برضو اختياره للناصرة مش بس عشان اسمها
وكلمة غصن اللي تنطبق على المسيح له المجد من النبوات والمعنى الروحي كمان. إنما لأن الناصرة كانت أسوأ بلاد الجليل، يعني حتى مش يختار كفر نحوم، كفر نحوم كانوا شوية إيه أرقى من اللي حواليهم فكانوا طالعين فيها، عشان كده ربنا يسوع له المجد قال لها أنت يا كفر نحوم أترتفعين، إنك ستنحطين إلى الهاوي، ترتفعين للسماء، يعني مالكوا شايفين روحكم كده ليه؟ ده كل ده في الجليل، ولا حتى طلع من قانا الجليل، إنما اختار البلد اللي سمعتها أسوأ ما يمكن وسط الجليل، يعني اختار الجليل اللي هي أفقر من كل البلاد، واختار البلد اللي في الجليل أسوأ من كل البلاد. لدرجة أن كلمة ناصري دي كانت كلمة مهينة، يعني كلمة جليلي قلة قيمة وكلمة ناصري أقل وأقل. وربنا يسوع له المجد قابل ده كله، قابل ده كله، عاوز يبقى يعني آخر الكل عشان يرفع الكل. أخذ صورة عبد صار في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت موت الصليب، فما جابش على ناصري. وعشان كده لما تقروا إنجيل يوحنا تلاقي واحد يقول للتاني إيه، أمن الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح، لما يقول له وجدنا يسوع الذي من الناصرة، وجدنا المسيح، قال له المسيح هيجي من الناصرة؟ وده كلام ده، لأن هما كيهود متعجرفين يحبوا المسيح يطلع من أرقى حتة عشان يفتخروا به، إنما هيطلع من الناصرة. وبيت لحم كمان يعني ما بيختارش حاجة كبيرة، بيت لحم دي هي أصغر بلد مهملة، عشان كده ميخا كان بيقول وأنت يا بيت لحم لست الصغرى، كنت صغيرة بس هيبقى لك شأن عظيم، بين ولايات يهوذا منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. والناصرة اللي كانت أسوأ البلاد سمعة، النهاردة احنا بنتسمى نصارى ونفتخر أن يسوع الناصري هو إلهنا وربنا ومخلصنا، وتحول كلمة الناصرة من بلد سيئة السمعة إلى فخر للأجيال كلها وإلى كرامة لكل المؤمنين المسيحيين. أتى وسكن في مدينة يقال لها نصارى. طبعا أنتم عارفين اللي حصل في الوقت ده، أن ربنا يسوع اشتغل مع يوسف النجار كنجار، لدرجة أنه لقب بابن النجار، ويعني برضو يعني زيادة على الوضع المهين، مش بس الجليل ومش بس الناصرة وكمان نجار ابن نجار. كل ده باتضاع ربنا يسوع له المجد عشان يبقى وسطينا، يعني يطلع بينا من تحت لفوق. في الوقت ده ربنا يسوع له المجد عاش سنوات طويلة تقارب 25 سنة في الناصرة، محدش يعني حاسس بيه كفاية. وهنا يجي سؤال، طب ليه ربنا يسوع له المجد في الفترة الطويلة دي؟ ما كانش بيوعظ، ما كانش بيعمل معجزات، ما كانش الناس كلها عارفة بيه، لدرجة انه لما يرجع يكرس في الناصرة كانوا بيقولوا مش ده ابن النجار اللي متربي معانا؟ ألسنا عارفين بأبيه وأمه؟ يعني كان يوسف بقى مات بعدها، يوسف مات في المسيح له المجد حوالي 16 سنة، فهما كانوا عارفين طبعا يوسف النجار في البلاد دي، وعارفين العذراء أم المسيح له المجد أم ربنا، لكن هما استكتروا قوي ان ربنا يسوع يبقى هو المعلم صاحب المعجزات او حتى يدعى نبيا في نظرهم. في الاول ما كانوش قابلين ده كله، هم مش عارفين ان هو اعظم من اي نبي، ده هو رب كل الانبياء. ربنا يسوع اختار انه يعيش في بلدة صغيرة فقيرة، ويعيش عيشة فقيرة اقرب الى الجهل، عشان يقدس كل نواحي الحياة كما هي، عشان كل واحد فينا يشتغل يحس ان الشغل مقدس، حاجة حلوة. ليه؟ ربنا جه اشتغل، ما يجي تاكل لقمة ربنا جه وكل، ما تنام ربنا جه ونام، لما تقعد مع الناس ربنا جه وقعد مع الناس، يعني كل حاجة في حياتنا تقدست بحياة المسيح الطبيعية على الأرض، فأصبح كل ما تمتد إليه أيدينا مبارك ومقدس طالما هو ما فيهوش خطية. وكأن ربنا يسوع له المجد كان عاوز يورينا أن الحياة في ذاتها على الأرض حياة حلوة، أن الواحد يعيش حتى لو فقير فرحان وراضي ويحب الناس ويبارك، ويعني يشتغل بإيديه ويصرف على بيته ويأكل ويحب ويتعامل مع الكل.
الحياة الطبيعية تقدست بحياة المسيح له المجد على الأرض. فربنا يسوع مش جاي بس يومين يوعظ ويعمل معجزات ويموت، لا، هو جه سنين يعيش على الأرض عشان يورينا أن القداسة في ذاتها مش واقفة على المعجزات ولا واقفة على الوعظ. القداسة هي الحياة المثالية بالمسيح القدوس وسط العالم. يا مقدسين هيطلعوا احنا ما نعرفهمش، عاشوا في بيوت بسيطة وعاشوا يحبوا ربنا ويحبوا الناس وعاشوا يقدروا رسالتهم بهدوء، وصلوا السماء ويبقوا منورين في السماء، واحنا ما نسمعش عنهم دلوقتي. فالقداسة ما هياش مجرد واحد صاحب إنجازات معجزات أو صاحب تعاليم ووعظات، لا، القداسة هي الحياة البسيطة جدا والمقدسة بربنا له المجد. إلى أن أتى المعاد اللي محدده ربنا لبدء رسالته. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرس في برية اليهودين. دارت الأيام وعدت السنين وكل الجيل ده هدي، يعني الرعاة اللي شافوا المسيح راحوا لحالهم، المجوس سافروا ما رجعوش، يوسف النجار راح السماء، سمعان الشيخ راح السماء، حنة بنت فنوئيل راحت السماء، كل الجيل اللي عاصر الأحداث بتاعة الميلاد وبدايات الإعلانات دي كل ده راح، وأصبح ربنا يسوع له المجد على الأرض. إنما مش حدش عارف، حدش عارف عظمته غير أمه العذراء اللي دريانا بيك إله. عشان كده يوحنا المعمدان قال في إنجيل يوحنا، قال أنا جئت لأظهره، يعني هو مختفي وأنا رسالتي الأساسية إن أنا أتقدم الطريق قدامه عشان أعلن عنه. هو مختفي في وسطكم قائم لستم تعرفونه. يوحنا لما جه قال على فكرة المسيح وسطينا، المسيح مش جاي، المسيح جه وإحنا مش دريانين. ده كان يوحنا المعمدان وكلامه مع جيله، قال لهم في وسطكم قائم ولستم تعرفونه، وأنا جيت عشان كده، ربنا بعتني عشان أعلن عن هذا الإله الحقيقي المتجسد المسيح المنتظر اللي موجود وسطينا ومن اتضاعه مستخبي ومش باين. وفضل كده سنين لم يكشف عن لاهوته وعن ذاته وعن رسالته لغاية سن 30. سن 30 عند اليهود هو السن اللي ممكن يأخذ فيه اليهود المتدين مكانة في الكهنوت أو مكانة في الملك، وسن 30 هو اللي تربع فيه داود أخيرا على عرش الملك. داود فضل هربان، لما جاب 30 سنة كان شاول مات وقعد داود ملك. فكلها كانت إشارات إن المسيح له المجد كملك الملوك ورئيس الكهنة الأعظم يبدأ كده خدمته في سن 30 عشان بس تكميل للشريعة اليهودية وامتداد للمسار التاريخي الطبيعي. يوحنا المعمدان قبل منه بست شهور. ست شهور الفرق اللي هما في حبل اليصابات من حبل العذراء، ست شهور دول الفرق هما فرق عمر يوحنا المعمدان عن ربنا يسوع له المجد. يبدو ان الشهور دي هي فرق الخدمة كمان، فيوحنا المعمدان بدأ خدمته قبل المسيح بشهور، كما تقدم ميلاده بشهور تقدم رسالته وخدمته بشهور. يوحنا بقى ما كانش في الناصرة في الجليل فوق، لا، يوحنا تحت في بلاد اليهودية. فيقول في تلك الأيام، تلك الأيام يقصد بقى بداية الخدمة، جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية. برية اليهودية، اليهودية دي مقاطعة كبيرة زي الجليل، فيها أورشليم وفيها بيت لحم وفيها حتت كتيرة، وفيها منطقة اسمها برية اليهودية، فيها جزء صحراء وفيها قرى صغيرة كده فقيرة حوالين بلاد يهوذا وبلاد اليهود اللي في الجنوب. ومنطقة اليهودية دي أغلب سكانها من سبط يهوذا وبقايا سبط بنيامين، لأن توزيع الأصباط كان كده، سبط يهوذا ياخد المنطقة دي، وعشان كده أغلبهم من سبط يهوذا اللي طلع منه ربنا يسوع. يكرس في برية اليهودية لأن يوحنا المعمدان كان زيه زي الراهب المتوحد، عايش في الصحراء طول حياته، وبدأ يوعظ للناس اللي بتجيله جوه الصحراء، فالناس حبته جدا، فطلعت بقى طوابير طوابير بقت تطلع البرية الصحراء عشان تنظر إلى هذا العملاق، هذا الإنسان العجيب الروحاني جدا القوي جدا في كلامه الناسك جدا اللي ما بيخافش من حد، اللي على طول عرفوا انه ده نبي.
وتمثلوا في شخصية إيليا النبي، لأن اليهود بمعلوماتهم من العهد القديم عارفين أن إيليا كان ناسك وكان متوحد في الجبال وكان شخص قوي جدا أرعب أخاب الملك وإيزابل وكل الوثنيين في وقتها، فهم شافوا في يوحنا شخصية إيليا، عشان كده قال يأتي بروح إيليا وقوته، مش هو إيليا ذاته، إنما الروح القدس الذي عمل في إيليا الناري عمل في يوحنا المعمدان ليتقدم الطريق أمام المسيح. جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. الرسالة الأساسية اللي بيقولها يوحنا المعمدان توبوا، وعلى فكرة هي دي رسالة كل أنبياء العهد القديم، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. يعني لو قلت أشعياء عنوان سفر أشعياء إيه؟ توبوا لأنه الملك آت، قد اقترب ملكوت السماوات. أرميا بيقول إيه؟ يا ناس توبوا لأن المسيح جاي. هوشع بيقول إيه؟ يا ناس توبوا لأن الملكوت قرب. ميخا، يوئيل، يونان، نحوم، حقوق، صفانيا، حجي، كل الأنبياء موضوعهم الأساسي توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. يبقى الأنبياء كلهم بيقولوا فكرتين، لازم نتوب ونستعد للقاء المسيح الملك الآتي على الأرض لخلاصنا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.